يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها المثل أقرأ الذي عيشان العشر يوم في استيثام عن شهر رمضان، الشهر بحب سيد رب الخالق سبحانه وتعالى، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحب المؤمنين، الشهر الرحمة، الشهر المغفرة، الشهر إيك ضعف سيد رب الأجر، الشهر إيك دعا التقى العبادة في المسجد. أيضا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتبشر الصحابين الساس نقار، هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. يغذبني ذا رمضان يكثنسي ذا رب الخالق سبحانه وتعالى في بران الجنة ويغلق في بران الجحيم ويشدوا الشواطن. أدي قرأ في الله ليلة القدر ثيف ألف الشهر، يند من حرم خيرها فقد حرم، إنه وين يتحر من دي الخير من الليلة يجيب إنه وقيم الصحي يتحر عشر أيام إن قران يتمثل أفضل أيام من رمضان العشر يجيب إذ قسمي إذ لام ليلة القدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد التمشوها في العشر الأواخر، وفي رواية قال التمشوها في الوتر العشر الأواخر. إذن أورد حار مربين ذي ليلة القدر يتمثل إن شاء الله هذا سنقام أخليتي قي حي خطر سيد ربنا سبحانه وتعالى يتسكر أجر أي متسكر بسن نظام قبض صلى الله عليه وسلم يند من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يند من الذي قام ليلة القدر يند سيد ربنا سبحانه وتعالى هذا سيمحو الذنوب نس أي نقعد لنا نسيمحو. يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر دخل الشهر رمضان إثلام وما يتقى من عام الشهر رمضان سيد ربي أدى سيمحهم الدنوبينس. إذن إذ مثل عشرين بسنة قعدان دي الشهر رمضان كل يوم دينا غير قد يسقسين ما نيس دشو الفايدة يدنبين دشو المعنويات الجديدين يدنبين دي الشهر رمضان دي الصفة الرحمة ربي يغضي قال البخير رمضان دشو يجي ماذا قلنا نغيار ماذا قلنا لك عن صفة العين يقحوب سيد ربي نكس صفة ديري أنا رد الصفة يغضي بين رمضان من كل يوم دينا غير قد يسقسين ما نيس دشو يجي نغيار دينا. أي مثل أخطر إذا قعدنا عقيب اليوم إفكار في سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى باش هذا غير ربي ماشي الراس ماشي تفادي في يخطيت إفكار سيد ربي إفكار في باش هذا غير ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الخزار البعثة يمس بالذات أفشوا ما في دروح يروح لعيلة واحدة يوتسبان في دروح يون لوبجيكتيف يقويض صرقيا يقويض الصفة ديالهان إذا تسعي دينان إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان مثلا ديننا مرة أكل يفكر في تسيد ربي باش هذا غير ربي وسمي الإسلام على خطر يقول يغد السلام يقول يغد يهنام يقول يغد ثفاث يكسر الطيام أشما دي قارو خلاق ودي خيق سبحانه وتعالى مثلا من آية زوالف دي سورة طه أم كان دي قار إن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إن وتفكر القرآن باش تعيش الشقيق ولكن يفكر يغد القرآن الكريم يفكر يغد الدين باش نعيش السعادة أن تهني الكنية وأن هني الغير النظر هذا خطر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من القاعة بالقاعة ينس والعباد للعباد ينس يفغان ذي للصلاح ذي القاعة يفغان ذي للصلاح قال العباد ينس يقرد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ويقرد قال العباد ينس أجي قروا أصلحوا ذات بينكم. إذن يفغان صلاح ذي القاعة يفغان ذي للصلاح قال العباد ينس ذي كان في غد إفكان الدين ولا أخرج وين مرة يغدي في كاتصر بيام أنا أقل بلين أساليب مختلفة لين ميتود ديفرنت يغدي كان يفكر ذي الزلي يلي يغدي الزكاة يلي يغدي الصوم يلي يغدي الحج أنشتكي مرة باش أذا غير ربي صار رحمين سي الواسعة ماذا قلنا سعى الأخلاقي لهان أذا غير وغير الرحمين أنا خطر نسي يبغى أذك شم مرة الجنة في أي مثل أو رغى حرم ربي قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سيد ربي يبغانا دي أغسش مرة أكو غال الجنة كامل يقال صلى الله عليه وسلم إلا ذلك شملك الجنة العباد حاشوا بناك نقولين أني هو يهوين يا رسول الله ويهوين الجنة إني يسوين يضع أذيك شمل الجنة إني يسوين أكني أي عصان أذوين أكني نقولين أكامية مثل
إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذي الأخلاق يقرد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يقول ذي تصرف يعني ندو حظ بشضر بيض الأمة الأمين وخلاق في ديشقان يفكيز درسي بأم قرآن دي الأخلاق أنه دي فكرة غير غيرس هذا ميسي الجمد دي حاسي قروة إنك لعلى خلق ناضي ولش والعود أمام أقفيس من بعد شمي دي فكرة الأخلاق أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم وغدي سوصينا دي قارو الزيد فلاس باش ندوي الصفة دي الهان يقارو أمكي دي قارو سيدة ربي الخالق عزيز سبحانه وتعالى الأغدقار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خزرت كان أسلوب الحسر والقصر إن أتسمى قيم النبي صلى الله عليه وسلم إن شي من ذي كنك ذي عباد مران ونسخصار نسوني عن السخصار ولكن أتسمى قيالا غارين شي ماذا قلي السخصار ما ماذا قلي يخذ من الحاجة نديري ولكن يفكير ديوث لا رفيروس ذي النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أتسمى قيالا كي يعرف ذي ذي دولي مقي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ انسان إذ العين ومن يصفان أدو مذغر غرص كان يتمثل إذن العبادات مرة أكو أغذف كسي إذا ربي الخالق سبحانه وتعالى إفكي أختي باش أذا 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 غير ربي خزاف كان مثلا أما ذي تصلي ما أنا ما قيت أصلي إفكي أختي سيد ربي باش أذا غير ربي باش أذا غير ربي تقبري ذي الهان غسك نعم من الشعائر الدين ذي لند الحق إقرار سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن إن دغور وث الحق العبادي كل من غادي يدمك في مستظلي ونتفضل ولكن غروة الحقوق إلا يرون يرون إذوث مثلا نقول قد ديننا غدا شو غادي يبنى ما فيه هنا ذين إلا ذين ينسمي يخدم الخير ذين ينمي حماي ذين ينلا ذات ما شي مغدينا إنما المؤمنون إخوة باش تقول حاشا الصدق حاشا في ذات حاشا الفعال العالم حاشا المحبة إيه ما كنتش أين تحمر ديما أنك تحمر الغريني يقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا فصلي إلا نقرا سيدي ربي أدن هما في الفحشاء والمنكر يقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فصلي إلا ند الفرد قرا سيدي ربي تنهد في الفحشاء والمنكر إلا يرغ ذي عباد وصلى الله عليه وسلم في دينا إلا ممكن يدن هرا تصلي نونغ في الفحشاء والمنكر في الفعايل ندير نقرا ذوث مثلون إلا ندش صلاة الظلم يقرض من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له كان الزكاة يغدي في كسي رب الخالق سبحانه وتعالى ذو الفريضة ذي لأن قال غيدس ولكن يفكي يغسي باش هذا يطهر ذي الذنوب باش هذا يطهر الأموال نغذ يطهر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كان ولكن ماذا قلت كشتين يغا بلا دم تسعيد المعاملة ونص فارة تصرفات ديري غير كذو مثلك تحل الله ذي ذري منهم بس صوت ظني صابوا مقفولة على الزكاة كان يتمثل إذن أنا عقيم ولك ذلك الصيام الصيام يغدي في كاسي ربي الخالق سبحانه وتعالى غس من عاق باش نستر من المكلة غدي سبحانه مدري عشان غدي الفجر حيث مثل دالي مغرب السكام لنا أنقيم باش إذا حرم لا حرم غا في مكيان وقتسي استعال مغ الصبر أن صبر فيني لن دي حيائي باش كنت قرر ذا رمين لن دي حرام أين لن دي حيائي نصبر فلاش ولكن يخذ ما ذكنا باش كنت قرر ذا رمين لن دي حرام أيت مثل إذن أنشتغيني ذيني لن مرة عقد الأساليب المختلفة غيسين أغير ربي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى لكن أنا أنثبع أذري دينس باش أذغي وغير الرحمنس ما قلت كان الآية يسيدي دون آية الصيام مثلا الذي قروا إن غدي خيقا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أغدي تسنده المؤمنين نداء وتنبيه المؤمنين خطر صرح مين سلغ دي سوال غور وثو لروح الإيمان غور وثو ذو تروح ذو ذاثنون غور وثو دوني تصغرون يا أيها الذين آمنوا أو إذا يستفن العهد إذا غو إذا يوم النسيان غور وثو الإيمان لون ذو لروح أشحال عباده يدم مثل ماشي دين سيمن أشحال عباده يبقى روح الإيمان كان سفيان الثوري رحمه الله مثل الدشو يثو قذر العالم الجليل إنش أخاف أن أسلب الإيمان إنش أقذغ المثل هذا الإيمان إنه ماذا يروح أسلب المثل ماشي دين سيمن كما يثمثل إذا قد ناقض يشعر في نذعو حسن الخاتمة سيد ربي قد يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بل أغيث مربي شرس الخاتمة العالم يثمثل إذا أغدي قرص ربي دقيقا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني من الشمال هذه التفاصيل في تفسير الآية ولكن نخزر المقصد الأساسي للصيام في المكلة أكسيسي إن لعلكم تتقون باش المقصد يسمر التقوى المقصد ينسل صرف جيل هان المقصد ينسل الإيمان للعمل الصالح وما دين التقوى مثل الحجاب على الخضر يقالك ذو الغضب من سيدي ربي يقالك ذو المحارم وينك حرم سيدي ربي وتسقري الضرر دوكين التقوى غير مثل
أنظر بلي سيدي ربي غيفغايا باش ذي الشهر ذي الشهر من رمضان إش غاس وغيفو ثلاثة ميات مثلا غاس عدان 20 بوسان اللي قاعدان مثلا على العشر هي ثنقلوث زمان مثلا قلنا في كيس تحس ديال العبادة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذا الرحمن ذا الرحمن ذا الرحيم ولا قال أذن في اتصل عباد بوزامن إيه دينا سوى سجوا يشيفن ونكوني حشر بيجا يمن ماذا قلنا أذن جملة غير إذا العبد قولي لا قال ما بيغفل قولي لا قال ما بيلعب استودا فيس كم هذا يقال ل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى المقصد الأساسي المقصد الأساسي ذي رمضان ذي التقوى وما دليل أن التقوى أتسخم ذي الحجاب إذا ركض الغضب لسيد ربي أتسخم ذي الحجاب إذا ركض المعاملات أنيهانا التصرفات أنيهانا إذا ركض ذي وثمة ذنك يا عباد المعنى نسا أكن يتحرر مغلمك لما تصدر الواسع أتصبر أفيني لندي حياي أتصوم في المكنة أبسيسي باش أدوصو من الجوال حيش خطر الإنسان التقي إذ وين ميوصى من الجوال حيش ما تغضى تصير من المتقين قد وصوم من الجوال حيش قد وصوم تولنيك قد وصوم خاصة إيميك يفسنيك إضارنيك أعبوضيك الجوال حيش مرة قد وصوم خطر ماذا قلنا قوزا من ثبعان أكن دي الناس إذا ربي الخالق سبحانه وتعالى عقيب لين قيك تسعب أم كان من المتقين وماذا قلنا فقد أم كان أغجع يا ربي من المتقين إذ مثل ذي جنث يغيبوني أشمع الذي قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضه السماوات والأرض وعدت للمتقين يوم يذهب يا رسول ربي الجنف يقرد للمتقين أنا ويجين المتقين سيد ربي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كان ذي قذنين يخدمني خير إذا نتكسني منس ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ذي قذنين يتصطفن صبرني يستعل يستعل بس رمضان صبر باش وظفنا لا وتصطفن قبر نزدخي ولكن يتشوفوا لنا على خطر صبرني يتكسن سيد ربي ذا الأجر العظيم أشي ما الذي قرأ سيد ربي قولي سعزيزا ذي الحديث القدسي يروان في صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل العمل اللي يخدم العبد ينس حاشا الصوم الصوم أنواع يجزم نتيجة حاشا سيد ربي هذا خطر شيء ذي العبادة الباطنية ويجمعنا ذي صليون صبر فيك صبر الصائم ويجمعنا ذي صل الإخلاص ويسعى الإخلاص نغير الصبر ذي الإخلاص سنات الصفات اختار صقر بجميع المثل ويجمعنا ذي صل يون ولقد الملائكة يفدون ذي العبد وتزرنا سيد ربي زران ماذا قال يوزام نغير سيد ربي زران أفشو من في قوزام ما غفو ذي ميس نغف يعني غفو من العباد نغفو النظم في قوزام سيد ربي الخير هذه قال إن كان سيفكن الأجر إن إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه صبرني غير صبر لكن تفضي ماني وزمن الجوارحي سيد ربي أكي جزي مول سوى صبرني والصبر لشو إذا جزائر الجزائينس إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب كان يتمثل إذا نخزر كان الدليل الواضح باش هذا الولي وسن قرار ما انتخر المكنة انتخر في السيد باللي ما قيق نوزان ولكن ما قرر الجوارحيك وين يوزمن ماذا قلنا وزمن الجوارحيك قيق توزمن ماذا قلنا وزمن غير الجوارحيك ذا شهر رمضان يتوزمن يقرد صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ماذا قلنا ولي وخرر العبد أف قول الزور قول الزور ما دين الزور من الإجبار معناه الانحراف خلهم سلي مرة أكوين حرف الذي فق أفنو قصد نين في ذي الأفكار بهم عقل بليم لفيس يعتبر الزور وذي سيد لزخر شهادة زور دخل قول الزور إذ لشهادة زور ومع ذا ومسلي رديف فقد جميل عبد جريث يعتبر من قول الزور ماذا قلنا من قصي تقرار العبد القول الزور سيد ربي السقار المعنى ماذا قلنا يوخر العبد إلما قلنا نتسيسيه سبحان ماذا العشاء سبحان الله يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب فإن سابه أحد أو شتمه فليقول إني صائم وفي رواية وقاتله فليقول إني صائم هذا ماذا قلنا يودي ونيوزان كيند ودي يشوفوا غير البلاد قميص هذا خدم القيد هي السيس رمضاني هذا القميص يقول لها ثاني الجوال حيك لها ماذا قلنا فقد قضر وصمن الجوال حيك عقيب لا قيق تزمر ماذا لما كنا ما كنت سيسي في واحد سن ذا شون رمضاني نوزان أكا هذه قال ماذا قلنا يتفض الطفل عبد القميص أذي عقيب اللي ذوينا الصوم إذا كان صوم يوم أحد يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب إن الغاس ماذا قلنا قضى ذي ديون باش يعني إنه لي ذي تسوم سلينا أنديرهم نغم ذي قلنا يضر ذي تسوم وينا أسيني والله مرغة كني صائم إني صائم
تاع هذه قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. اشحال كذا في وصامين حشم اسم الله ربي الراس اسم الله ربي فاد على خطر شنو يتسمى ورصام لنا الجوارح الشم الغيبه النميمه خزر كان هذه قال صلى الله عليه وسلم من الخمسه يفطر الصائم خمسه وجيم اكس إك إك فضلاً دي صوينس في المكلة أنا كنت سيسيت وتشام وريشوي عند السحر من العشاء أي في المكلة كنت سيسيت وسي خسارة ما في المكلة كنت سيسيت يقد خمسة يفطر الصائم ما ليه دار لعبد الغيمة ما ليه دار لعبد النميمة ما ليه تشوي تشم عليه النميمة ما ليه تشوي الغوغروا هذه دار يكتب هذه سجلة اللي من حنف وهذه خسارة النظر عن السوق خمسة الحوايج خمسة يجب صفر الصائم غسكني فبيش ولي تشارك ولي شوارع من السحر من العشاء. إذا بقينا الدليل الواضح باللي الصيام الجوارح ما ذيك لنا خطر عشي من إيش مادي يعني العبد شي من إقراسي لربين الصيام الجوارح ما شايف المكلة كتسيسي لا إيش بلاد سلمكنا كتسيسي على خطر الإنسان محتاج المكلة كتسيسي دوز مرادي يسوى أكسس كل شوارع المكلة كتسيسي هذه فغياقي باش أثيد المكلة وما أثيد المكلة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أدث نواد ذي العباد ينس وسن خدمة رغاية ندري ذي الواد دينيك ذي الجيرانيك ذي العباد الصنوب ذي العباد والسندرة حشين العالم ريالين أدي كل صورك يواجين الصيام يواجين هيك حب سيد ربي على خطر يبغى ذي لهنا ذي القاع ينس يبغى ذي هنا أدي لهنا ذي العباد ينس أدي قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إنس يمدون يسلم من أما ذي قرسيس أما ذي فوسيس والدين هذا وين يتزرر وين يتصوصوا منه وين يسحجون ولكن مسل من العباد ذي قرسيك سلم من ذي فوسيك أقر أقياك ذي نسيم ولكن مسلم لا ذي قرسيك مسلم لا ذي فوسيك هذا شو تنسيون تي الله الله أكبر. إذن أذي يصوم لسانينك لسان دو كان يدي بيان لسان عدو الإنسان خزر كان يدي سيد ربي في كيس ديوت المهمة باش اللي يهدر عم سلاي العاين هذه يشوفوا غين الهال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد من الاعمال الصالحه اكل غير من الاعمال سرور تدخله في قلب اخيك المسلم مس شدص الشره ما كنسيب سيدي ربي قول ويسا يقر وقول للناس حسنا يقرد وقول لعبادي يقول التي هي احسن انت سلي العبادي وظهر اين العاين فما بالك ما ذاك لا ثر ذي سيمني لك الغيبه اتسهدر في ما كنسيب اقيك في ضص سيمني كلك بتوزن ظلمي لي عشان في كذا سكنك هذا نديل الصيام في الزمن ماذا قلت أطرد الغيبة أطرد النميمة أطرد البعيدة من جربين جل المؤمنين إلسيك يغاد تشغف أن دليل فخت مسلت مبابيش كان يدمثل هذا الزمن تولني هو تسمى قيدرا أري الواني لندي حرام خطر أني كيف كيف تدر تسمى قيد المصحف الكريم تسمى قيد بلد كيول المساجد المجالس للعلم الخدمين في الحياة ولكن ماذا قلت شيء نتسخر البعيد النظر الحرام أن دليل فخت مسلتيني أن ندر يوث الحاجك صدر الصائم إناس جرير بن عبد الله رضي الله عنه إنس يا رسول الله إن وقع بصري على حرام فماذا أفعل؟ قال أصرف بصرك. إنس ماذا قلنا يقاس أخذري وأفين لدي حرام إن كان أخذ ما إنس إكس أخذرك وخرث السنة كان وماذا قلت لك شنين ثريت أروين يوغيسي دي ربيان أندي للصيام نيني هذا زمن هذا زمن من الزغني وذن أسن أتسمح سيد القرآن الكريم أتسمح سيد هذورن العلماء إلى هذورن السحر إلى هذورن الحكماء إلى مجالسنا العلم أتسمح سيد وين كان في عندي الدنيا ذلك كان في عندي يخف ولكن ماذا قلت الإنسان يرث البعيد أنا جربين جي ممنين التجسوس نغي يرث الليل أدرت فوق مسألة بافيس خطر أنا عقيب اليوم في جيم مرات النعم في كيف تتسيد ربي باش تستنفع ديس الدنيا ماشي الدنيا واحد ستستنفع دي الدنيا يخدمنا في أخر خطر أنه كنت تبع على قروس كيف خصد ديس مرة أكو كرك وينك وكنت تبع على قروس كارك خاسر ديس إذن هذا وإذا المنفعة كان الدنيا ثاني يخدمنا في أخر ديك وين قيك تربح الدنيا تربح دي أخر ماذا قلت لك شيء تخدم هذا يخر فيك وتسوي ذلك شغلك يخدم سيد ربي الدنيا فيك كشات سبب وتصير ضرر الكسول وتصير ضرر العاجز أعوذ بالله من العجز والكسل ولكن ماذا مثل هدي يا خاطيني ولسبب ذلك صوبي ولكن حشان الدنيا تارك يخدم أشي ما هدي قرب وبليس عزيزا ومن يتق الله نجعل له يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما تخدمت السبب في الله من المتقين في دنيا ذلك إذا أتفقد المدرسة على رمضان أم كان لك يخدم سيد ربي أكيف جميع التمثال كيدي في كتاب ورثي قادر تفقد جميع التمثال كانت في المرة أكسى المغانم وكدير سيدي ربي وذن لي ضرب الكاية مثلا
أتحارف هذا في أتحارف الفاسني كيف كيف نسيت ربي باش تسخم ضي سياح وثني دفكة ربي باش تسفسد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها تسخم ضي سياح يهو وتسفسد درق وث ماشي تعدي ضرب في يغني ظن أتسخم ضي أين قاثر بحض دوني ذي أي خذ من غافية غافية خاطيني هذا زمن إدارة ليش وتصبح مثلا على الوينك حرم ربي تصبح المساجد تصبح المجالس للعلم تصبح الوحدة ذي تقي الله يقع في نسيد ربي تصبح ذي الزور تصبح الزور دي موضان تصبح ذا بريد اللحية يروح الخدمة اللحية يقيد خدمة وتصبح تصبح مثلا الإمكانك حرم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان أتسأل يزوم عبودي يا ابن أدم يلقى العقية كي يوم وليا يلقى في دنيا خطر أدي يزوم عبودي خاصة زمن دي سبحانه بذي العشاء ولكن ما ثقر الصيام من كدي فما ثقر ذاكنا في الفضل أي خطر سيد ربي عزيز يفكد رمضان يفكد رمضان اصحينك يا ابن ادم ولكن اياك واياك اللي فك رمضان كيف الزاد 10 كيلو الى قد يفك حميلا دخل السينك ادي فغي بيان لي ريزيرف الا مره غب اما دي يعني اللي الشوكولاتي اما دي يعني الدهنيات اما دي يعني اكش اين شو غين دي بيس دخل مره ما ثقم بالصبح ما ادري عشان اللي ريزيرف من غادي تنقصنا خطر ست ضرب ولكن ما ادري قلت لك شتينا ما فقر ما كي الضرب اضعاف مضاعفه رد الضرب وينك ادي فانك ضفت الزاد ديال الميزان رمضاني اني دينا كا إلى قلعة عقية كم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا وتصحوا سبحان الله إذن أنا عقية باللي ويجيني هذا الجوارح أريزو من ديك باش أتسيري من المتقين ولكن إلى قلعة عقية باللي ويجيني ذا النعمة سيدي ربي في كل ضربة خزوري أشحر من الزهراء في كل ضربة ما تصمد أشحر من السلالة في ضربة ضرر أشحر من الزهراء الحارة يفسن أشحر مثل نسخة مالا أنشتك ما لك ما تسخن أنت تكشي نتسخن طن وين يوبي سيدة ربيع أتكفر السلاح وأنت سيصدر أم دين فوق دين سلتيني سيدة ربيع دي زيما فايلة ستياوية هي قلع عقيك خطر دين سامي دينا وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد إذا ما ذكر لهم إن أنا ما يجد فكر ما ذكر لهم ضيم تشكر ضيم ما تحمض تشكر ماشي سيمي كان واحد أفيد من قص سيمي أتعتقد سبولني ولكن أتسخر مذ وينك حمي يعني يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور إذا ما ذكر لهم سخر مذ وين العيا أكيسلو من نعمة يجد فكر خطأ نسيك سيد فكر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ما ذكر لهم شيء تحمض تشكرت أكيد نعمة يكون ديزني وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيد لكم ولكن ولا إن كفرتم ماذا قال لك شتي تسخر ضد السيد ربي دخل نص عبارة في سلاح نينس هذه الزين روين كنيك ديفكا كش ما فكر غادي يروح يقول وإذ يسحق ويزبير هذا يلحق كي نفكي ثاع كويس ما السكر بلا ما تخمر هذا السكر ولكن ما يلحق كان الميتراثي يدم تاع كويس ما يوثي ولا تتبع هذا السيد درجو ماشي واقي مكتي تفكا ولا تسيد ربي أكيم إيه أنا ناقي أنشتغل ونظر بلي من الجوال حينيك أد أزكى أد في الدنس ذات سيدة ربي سبحانه وتعالى أد شهد الفلاك دي فسنيك دي ضرنيك ويجدوا ذلك مرة أد شهد الفلاك ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول أدي خاص سيدة ربي الخالق وبوليس يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أد شهد المرة فلاك ويجيهم أفينك ندخل إذن عيث مثل سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى ما أصدقاري يعني ذي مؤمن خذت كان يعني ما دلخ خاصة تمسات رمضان أسيقار أي أوين يزمن من عاقك ذي المكلة من عاق ذي تسي بشر يجب كثير خطر الشعائر دين مرمك وأقم الصلاة لذكري فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إذن من عاق سلمك في المكلة أكسسي بشر يجب كثير وما يجب كثير أتساقوا أي ثقوا ذي العيبة ذينه خطر تسلسة في الله في الحقيقة وتسلسة العيبة ذي والحق في الله من كل يوم دين هذه السين الأدينة كرزال في نستيك تحصل الحقوق أنا سين الحقوق قوات مثل النغ أما ذي موجي النغ أما الودي الجيرة النغ أما كل عبد نسينا أما العبد نسينا إذن أدي أسيقار من عقد المكنة من عقد تسي باش أذي دم كثير ويثق وضع ذي العيبة ذينه أم كاثق وضع ذي العيبة ذينس إلى قضى زمن الجوارح إنك ماذا قلت لك جينا وزمن الجوارح وسوى ذلك صغير لك تفكر المكافأة ذا شو المكافأة أنا أزدي في كيف أبيس أسيقار ذلك عفوق الدنوبي تمزور تسقوك أي كيف يقول به الرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له ذا مغفول ذا مغفول ذا مغفول الذي في رمضان يفوق في الله سيع فرسي ربي من أدركه رمضان ولم يغفر له فمتى يغفر له يدي قال وين الذي في رمضان سيع فر ربي ابن من هذا سيعفو إنس أذك عفو دلوبي وخذ عفو لأجرني لأجرني مضاعف ما تخمر يوم العمل الصالح في السلسلة ربنا الدرجة من الفريضة
وما تخم ديوت الفريضة وكشي سلا 70 فريضة خزرت كلام يعني سبحان الله أكيد في كسي ربي يوث الوسيلة ما يخدم يوث الفرصة فرصة العمر أين يروح لك الدنيا في درد الشهر رمضان ماذا قلنا العبد يدي القميص أكن يتيقي حي أهدي ناس أكد قبيع دعائي الدعاء إن كان ذكي تقوية ميت العظة ذكي تقوية أدي قاسي ربي القويس عزيزا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ذيوث الآية مديرا بعد سورة الصيام بعد آية الصيام أدي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ماذا قلنا سقسان كيد العبادي وفليم وسننا فقل لهم إني قريب ولكن الناس فإني قريب يكسر الوسيط إلا لك يقال وسأذرك على الانتر مديار إلا نقال لك ذبين كيد دقيقا ألف ذي فاسنك هبراس قبايا وسقربك يونك يدعونا قبايا فإني قريب يقال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أصدر الجواب أصدر الدعاء إذا بيس أصدق بيغ الدعاء يسمى يدي دعان ولكن بشرط الذي قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ما سنخدم استربوا ولكن فليستجيبوا لي خطر ما تبغي لك أكدي خمسي ضربك أنت بغي درخي ستخم ذاك نيفغا أكاين ما بقل كان سيقاري ليس عبدي أنت تريد وأنا أريد فإن أسلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد ما تقل لك خمسي ضربك نيفغا أكدي خمسي ضربك أنت بغي ذلك سينا إذا ما قال فليستجيبوا لي أولا فليستجيبوا لي كده قضي الآية وليش أولا ده إنسان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون معناه الإيمان دينا أذي ثغم وين أنا عقب لهم ماذا قلنا مصامن يجواحي أقدق في سيدة ربي دعائك ولكن الدعاء قدي رمي غف الصيام إلى قدر ما أقدق في سيدة ربي دعائك ماذا قلوا مصامن يجواحي خطر ماذا قلت لك شتس الصدي حرام مش أقدق في سيدة ربي دعائك صلى الله عليه وسلم كده الحديث طويل أدي قال ثم ذكر رجل الأشعث أغبر يطيل السفر أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فإن يستجاب لذلك أثي ديوذ وذصغر لعبو فاذ راس يريد غبار ولكن أدي أثي قال ربي يا ربي يا ربي أدي قال المكرين أين السدي حرام أين يتسل سدي حرام أين لندق عبود سدي حرام أم كاز تقوي الدعاء أم كاز يقبل الدعاء إذن فليستجيبوا لي لقد أسن خدم أكني فغا باش أغد يخدم أكن أكن أغد يخدم أكن نبغى مني وين أين 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 فاغ الدفاع فلنا إلى قناع قبل دائما ذي المنفعة المنفعة سبحان الله كان مثل أدي قار ند باليوم أكي عفو الذنوب إليك أكي ضعف الأجر إليك أقدق بالدعاء وكي صحيح أدي قال صوموا تصحوا صوموا تصحوا خطر ماذا قلنا الشيخ زمر أكني تيقي حيث من الملتقين في قدرة إنك ندي الناس إذا ربدي قال بوليش وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ماذا قلنا لك شيء تسب وتسعبار الإصراف في مكيا أتعقب بلين شحمني لأنك مرة هاكم إكساعي قلنا لك أن دليا رزيارة بدخل الكوريني أدفغني سبحان ماذا العشاء وتشيرا البلاني مره قد يفاس فورم انرجيتيك ادي فوق الانرجي كامل ولكن اياك الشرط اضعاف مضاعفه في المغرب ما تكررت تصرف تصرف تريبل بينك اللي تكونسومي عندك فوق مسد من بابيش وين وقاعد يقرا صوم تصحته ولكن ماذا قلنا البعيد عن جرب يجي من نغري ديال الاسراف مجرد الصوت كان انه لا يحب المسرفين ولي لقرات قرض القرات قرض الاسراف هذه قر ادعف قر الرقبه عينك كدا قاضي لجهنم أدعف قضى الرقبين لجهنم من كل إيض ذي رمضان أفقد سيد ربي ذي عباديس ذي عباديس ذي ثمس كان يثمثل إذن قياد باليوم أنظر باليوم الصيام ذي المدرسة ذي المدرسة يغدي يقوين صار بيام إذن ماذا قلنا ما بنكون نتقم شوين يهدينا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في الشهر رمضان وزمن الجوارحنا أنا عقل سيد ربي سبحانه وتعالى أذغ يعفو من ذنوبنا سيد ربي سبحانه وتعالى أذغ وفق الخير لنا أذغ في ربي السيام من غير ربي القيام من غير ربي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.